على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا تلتهب الأحداث الأمنية وتتسارع وتيرتها في خطوة للمحافظة على ما تحقق من مكاسب أمنية والسيطرة على الحدود العراقية لمنع عناصر داعش من التسلل إلى البلاد. حالة من التأهب والاستنفار الأمني على طول الشريط الحدودي من قبل قوات الحشد الشعبي والقطاعات العسكرية أخرى. احنا عندنا قطاعات منتشرة في تلك المناطق، وأيضا عندنا قوات طوارئ موجودة بمختلف صنوف، يعني عندنا قوات طوارئ من الحشد الشعبي، عندنا قوات طوارئ من أفواج المغاوير، وعندنا أيضا السوات، وعندنا طائرات استطلاع وطائرات مسلحة موجودة من طيران الجيش موجودة عندنا. القوات الأمنية المرابطة على طول الشريط الحدودي جددوا تأكيدهم على التواجد وبقوة في المواضع الدفاعية ومسك الأرض وتأمين مساحات كبيرة من الحدود العراقية السورية رغم قلة الدعم اللوجستي في نقاط التي تقع تحت مسؤوليتها في قضائي سنجارة وبعاجة غربي الموصل ونواحي الشمال وبليجة وقيروان وربيع الحدودية المحاذية لسوريا. احنا نقول قاطع المسؤولية للفرقة وتحديدا تل احفر، قاطع آمن نقدر نقول 95% ان شاء الله بفضل تعاون الاهالي مع الاجهزة الامنية والتنسيق العالي بين الاجهزة الامنية اللي موجودة اللي متمثلة بالجيش العراقي والشرطة والحشد الشعبي الابطال وفوج الطوارئ والامن الوطني والمخابرات كل الاجهزه الامنيه. ساكنين بحدود بين العراق وسوريا، احنا من تحريره العبته متواجدين الاخوان الحشد الشعبي لما تحرير سنجار والبعاج والجزيره والقحطانيه، احنا مستمرين وياهم، احنا هسه ساكنين بحدود بين العراق وسوريا والمنطقه منطقه خطيره على المنطقه من الدواعش، الاطراف منا المنطقه السوريه بيد دواعش. والمناطق القرى الدور ما دورنا لحد لا ما مصفين الدواعش. الانتشار الامني للقطاعات الحشد الشعبي على الحدود جاء لتفادي عودة داعش من سوريا الى العراق، حيث اتخذت قرارها بعيدا عن واشنطن وتدخلاتها، وذلك من اجل درء خطر العودة العكسية لمجرمي داعش باتجاه العراق. وتشير المعلومات الامنية عن وجود تحركات مشبوهة في المناطق الحدودية تهدف الى تسلل الارهابيين الى العراق، مما تستدعي الحذر الشديد تحسبا لاي طارئ. لقناة دبليو تي في عبد المناف الشبكي الموصل.